بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر كل من ساهم في هذا النجاح الدورة هذه، وخاصة مصممي هذا الدورة هذه أنا وما وزير الشباب والرياضة وين مريض مهرب خيرهم بزاف. شيء آخر أنه نحن ضغطي أكثر نجمع في يومين جمعت يعني واحد الجيل اللي كان ميس وكان مهمش، جمعناهم في يومين ونعطيناهم بعضياتهم، هذا اللي فخر ونعتز به. شكرا جزيلا. شكرا.